بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتش الكتب، ونكمل كلامنا على سليمان الملك. شفنا في اصحاح 8 من ملوك الاول ازاي سليمان احتفل بتدشين الهيكل، وكان احتفال ضخم جدا، وصلى صلوه عميقه جدا، والبيت كله اتملأ ببخور حضور الله. اصحاح 9 يقول: كان لما اكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذي سر أن يعمل، أن الرب تراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون. دي تاني مرة ربنا يسوع يظهر لسليمان. أول مرة كانت في إصحاح 3 لما صلى في المرتفع العظمى اللي اسمها جبعون وطلب الحكمة، فربنا يسوع قال له هديك الحكمة وهديك كمان اللي انت محدش خده منك قبل كده، خده زيك قبل كده. بعد ما بنى الهيكل تراءى له في الهيكل في يوم تدشينه، وقال له الرب: قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي، قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. يعني الصبح كان سليمان بيصلي وبالليل ربنا استجاب له وقال له أنا قدست هذا البيت وعيني وقلبي هتبقى على المكان ده إلى الأبد. وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة، وعملت حسب كل ما أوصيتك وحفظت فرائدي وأحكامي، فإني أقيم كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد، كما كلمت داود أباك قائلاً لا يعدم لك رجل عن كرسي إسرائيل. يعني هنا ربنا بيوصي سليمان على نفسه، بيقول له أنت لو كملت زي أبوك باستقامة قلب أنا الوعد اللي قلته لأبوك هقوله لك، لا يعدم لا رجل لك على كرسيك. تلاحظوا أنه كل ما يذكر داود يذكر سلامته واستقامته، بالرغم أن داود في حياته أخطاء كتير، لكن ده يورينا ان التوبة الصادقة بتشيل تماما الخطية وكأنها لم تحدث. فلا يبقى من رصيد الانسان عند ربنا الا الاستقامة والسلامة والحياة المقدسة. فداود في نظر الله انسان مستقيم على طول الخط، وكل الاخطاء التانية اتشالت بالتوبة. ان كنتم تنقلبون انتم وابناءكم من ورائي ولا تحفظون وصاياي فرائد التي جعلتها أمامكم، بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها، فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها، والبيت الذي قدسته لاسمي أنفيه من أمامي، ويكون إسرائيل مثلا وهزأ في جميع الشعوب. يعني لسه الكلام على النظام القديم، لو استمريت هفضل إلهكم، أفضل أبارك، أفضل أديكم ملوك من نسلكم، إنما لو خنتوني وسبت وصائدي وفرائدي مش هيبقى فيه خير بينا تاني. وهذا البيت يكون عبرة. يعني على قد ما بيت سليمان أو هيكل سليمان حاجة عظيمة جدا في نظر الناس، قال لهم البيت ده هيبقى عبرة إذا كان مفهوش صلاة ومفهوش تقوى. كل من يمر عليه يتعجب ويسفر ويقولون لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت، فيقولون من أجل أنهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج أباءهم من أرض مصر وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها، لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر. لما الواحد تحصل في حياته مشاكل كبيرة الناس نفسها ساعات تقول عشان بعد عن ربنا، لما بعد عن ربنا ابتدت المشاكل والتجارب والغضب الإلهي يظهر، إنما الإنسان بالتوبة يسترد علاقته بربنا مرة تاني. بعد كده سمعت بي ملكة سبأ، يقول سمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل. ملوك كتيرة بقوا يحبوا سليمان ويزوروه، إنما هذا اللقاء بالذات مشهور لأن دي ملكة غنية قوي وجات من آخر الدنيا على السماء. فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال، حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبه. يعني كل
الأسئلة اللي جواها والحيرة اللي عندها ويمكن اعترافاتها، قالت لسليمان كل حاجة. فأخبرها سليمان بكل كلامها، يعني رد لها على كل الأسئلة وكل المتاعب، كانت عنده إجابات مقنعة. لم يكن أمر مخفيا عن الملك، لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسوقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم يبق فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيحا كان الخبر الذي سمعت في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي، فهو ده النصف لم أخبر به. يعني بتقول له أنا سمعت عنك حاجات كتير قوي ما صدقتش، انما انا لما جيت لقيت اللي سمعته قليل كتير واقل من النص. انت اللي انت فيه ده انا ما كنتش اتخيله ابدا. زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين امامك. شوفوا لما يتقال لملك ارضي مهما كانت عظمته، يا بخت رجالتك اللي واقفين قصادك. واللي بيقول له الكلام ده ملكة سبأ، ملكة عظيمة غنية، انما بتقول له يا بخت الناس اللي واقفين قصادك. كم وكم برجال الله الشمامسة والكهنة اللي يقفوا قدام المذبح ويكلموا ربنا ويسبحوه. طوبى للرجال الواقفين أمام الرب. الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسي إسرائيل، لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد، جعلك ملكا لتجري حكما وبرا. وطبعا اديت له هدايا كتير قوي، والزيارة دي سجلها ربنا يسوع له المجد في العهد الجديد، وقال ملكة السبأ هتقوم يوم الدين تدين العالم لأنها جات عشان تسمع حكمة سليمان، وهو ذا الآن أعظم من سليمان. يعني الست دي جاية من آخر الدنيا عشان تسمع كلمة منفعة من سليمان الملك. أنت مش محتاج تسافر عشان تشوف ربنا بيقول إيه، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك. تفتح انجيلك في بيتك وتدخل الكنيسة تصلي وتسمع، انت كده ربنا قريب ليك. يا بختك لو واقف قصاد ربنا، يا بختك لو بتسمع حكمة ربنا. لان لو ما عملتش كده، واحدة زي ملكة سبأ اللي اتكلفت كتير قوي عشان توصل تسمع حكمة سليمان، هتقف تقول ازاي انتوا عندكم المسيح له كل المجد، خالق سليمان نفسه، وما ركزتوش في الكلام بتاعه. وبعدين بقى نأتي إلى نهاية حياة سليمان، فنفاجأ بكده تدهور غريب. يقول: أحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلبكم وراء إلى آلهتهم. ربنا وصف الشريعة: اوعوا ترتبطوا بنساء الأمم، هيميلوا قلبكم عني. إنما يبدو أن سليمان تحلى بالحكمة ولم يتحلى بالتواضع. يعني سليمان كان حكيم فعلا، لكن حكمته جابت له حتة كبرياء وحتة كده يعني ثقة بالنفس زيادة، فتصور أنه يقدر يتخطى الوصية ويعمل اللي هو شايفه. فكسر الوصية مهمة وارتبط بنساء الأمم ومشي ورا دماغه واتجوز دي ودي ودي وبراحته خالص يعني. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة. وهنا طبعا الكلمة دي مش معناها المحبة المسيحية الحقيقية، دي معناها العاطفة الهوجاء اللي مدفوعة بشهوة، إنما ده مش حب حقيقي. لأن الحب الحقيقي ما يتغيرش أبدا، والحب الحقيقي يخلي الإنسان بيقدم حياته كلها للي بيحبه. فالارتباط بأكثر زوجة من زوجة لا يتفق مع شريعة الله، ده مش الناموس الإلهي اللي حطه ربنا من آدم وحواء، واللي دافع عنه المسيح له المجد في متى 19 لما يقول: ليس الاثنان جسد واحد، ليس لا يكون الاثنان بعد بل جسد واحد، لأنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساء قلبه. هو طبعا كان واثق في نفسه زيادة ومتصور مفيش حد هيغير في دماغه، هيقدر يفضل حكيم بقية عمره،
انما طبعا الستات دول ابتدوا يلخبطوا تفكيره وابتدوا يدخلوا افكار وثنيه في حياته. وكان في زمان شيخوخه سليمان ان نساءه املن قلبه وراء الهه اخرى. الانسان بيستبعد قوي الخطايا الكبيره ويتصور ان عباده الاوثان دي حاجه بعيده قوي. والشيطان فتال حبال، يعني يفتل الحكايه كده حته حته. فالاول يقول له ما فيش حاجه لما تتجوز بنت الملك الفلاني برضو عشان السياسه، وبعدين يعني ربنا هيقدر الظروف، ياخد الست دي وبعدين الست دي، وبعدين واحده منهم تقول له انت مش هترضيني ولا ايه؟ طب ده انا عاوزه التمثال الفلاني، ده الاله بتاعي، لازم يدخل بيتي. يقوم يسيب التمثال يدخل بيته. وبعدين واحده تانية تقول له ما تيجي تقف معايا وانا بصلي قدام التمثال بتاعي، يقف معاها يجاريها، وواحده ورا واحده، ولخبطنا خالص وبعدنا عن ربنا. نساءه املن قلبه وراء آلهة اخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب اله كقلب داود ابيه. ليه؟ لان داود بالرغم من اخطائه اللي كانت كلها عن ضعفات كان يرد بالتوبه بسرعه جدا، ولم يفكر لحظه انه يعبد آلهة اخرى، وكان دايما يحس بذنب شديد قوي ويقدم دموع توبه نقيه. انما هنا سليمان استباح لنفسه الجوازات الكتير دي ودخل على عبادة الاوثان وما كانش همه حاجة. برضو الواحد يتعجب ازاي احكم واحد على الارض يقع في اللخبطة دي. ده الانسان العادي يقول في حاجة اسمها تمثال يبقى ربنا، يعني الناس تعمله بايديها وبعدين تسجد له. يعني اي منطق بسيط جدا وساذج ما يصدقش في التماثيل دي. هنا يورينا الشيطان ازاي بالكبرياء يسرق كل الحكمة ويجعل الحكمة غباء. ده اللي قصده الكتاب لما قال ألم يجهل الله حكمة هذا العالم الآخذ الحكماء بمكرهم، يعني خلي الحكيم يقع في شر تفكيره بسبب كبريائه. إنما البسطاء اللي بيميلوا بحياتهم بالإيمان لربنا بيعيشوا في حكمة روحية بسيطة. فذهب سليمان وراء عشتاروت إله الصيدونيين وملكوم ركس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش ركس المؤابين. ركس يعني إله، أو أي مادة تتحول إلى مادة للأوثان تبقى اسمها ركس أو رجاسة. هنا سليمان من كثرة التخطيات والتحديات وصل أنه عمل بإيده مرتفعة لركس المؤابين أو إله المؤابين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك ركس بني عمون، يعني بقى يجامل ستات ويعمل لهم مرتفعات للآلهة بتاعتهم. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدن واسبحن لآلهتهن، يعني بعدد ستاته بقى يعمل مذابح للأوثان. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. كلمة دي معناها إيه؟ يعني يا سليمان أجيلك وتشوفني بعينيك مرتين وبعد كده تنكرني وتعبد شوية تماثيل. يعني عبادة الأوثان ما أبعدها عن إنسان شاف ربنا بعينيه. نتصور واحد شاف رؤية، شاف المسيح في حلم وتكلم معاه فما لأذن، وبعدين يجيله اليوم يعبد أوثان إلى هذه الدرجة. في ناس تتصور إنها لو شافت ربنا ولا شافت العذراء ولا شافت رؤية خلاص كده إيمانها هيبقى قوي جدا. لا، ده الشيطان مش سهل. ده ممكن تشوف رؤية وبعد كده الشيطان يسرقك برضو ويضحك عليك. لازم تخاف. الواحد لما يخاف على نفسه ويعيش في الضياع يحمي نفسه من أخطاء كتير. قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصى في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى. ربنا وصاه كذا مرة لأنه كان عارف أنه هيقع في دي. فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائدي التي أوصيتك بها فإني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك. قال له أنا بقى إيه المملكة دي هتتمزق، بس إيه هديها لعبدك، إلا أني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك بل من يد ابنك أمزق. ممكن واحد يفكر يقول طب ده مش ظلم لابنه؟ يبقى ظلم لو ابنه كان كويس، انما لان ابنه وحش وكمل يعني سيرة ابوه الوحشة فكمان هو يستحق هذا. على الاقل سليمان كان في حياته انجازات وحكمة وحاجات حلوة، فربنا يعني ايه رعى الحاجات دي.
لكن سمعه طبعا عقاب شديد وقال له ابنك خلاص مش هيدوم على كرسيك زي ما وعدتك، وتتمزق المملكة في زمن ابنك. على أني لا أمزق المملكة كلها، بل أعطي سبطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها. قال له برضو إكراما لداود عبدي هحتفظ بسبط من ال 12 على اسم داود، هيكون من سبط يهوذا اللي هيأتي منه المسيح في الآخر، وتستمر السبط ده خاص بعيلة داود مهما كانت الظروف من أجل داود عبدي. وانتهت حياة سليمان بلغز، لأنه كاتب سفر الأمثال وسفر الحكمة وسفر النشيد وحكمة سليمان وسفر الجامعة، إزاي تنتهي حياته بهذا اللغز الغريب؟ أغلب الآباء يجمعوا على أنه تاب في نهاية حياته، وأنه لما كتب الجامعة كتبها بأسلوب الإنسان التائب المعترف اللي بيقول أنا عملت كل حاجة وحشة، وعاوز أقول لكم حاجة مهمة، باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. حتى أنه ختم سفر الجامعة وقال له وقال اسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أم شرا. يعني هو ده بقى الإنسان كله، خلي بالك أهم حاجة تتق الله وتسمع وصاياه. فكأن سليمان في آخر حياته فهم الدرس كويس ورد ربنا وترك عبادة الأوثان بعد ما فتح الباب للشر على كل مملكة يهوذا وإسرائيل. بعد ما مات سليمان انقسمت المملكة فعلا. كان عنده ولد اسمه رحبعام هو اللي تولى العرش، ورحبعام كان ولد مستهتر وشايف نفسه برضه متكبر، وتلموا عليه شوية أصدقاء سوء، وبعدين المستشارين الكبار المحترمين قالوا له اخدم الشعب ده خليك حنان عليه، لأنه يعني أنت ملك جديد وخلي الناس تحبك الأول واخدمهم. قام الشعب يقولوا له بصراحة إيد أبوك كانت ناشفة علينا في الآخر، فكها شوية. قام راح لأصحابه يقول لهم رأيكم إيه؟ قالوا له لا، ده أنت تقول لهم ده أنا وسطي، ده أنا صباعي أدخن من وسط أبويا، ده أبويا إن كان أدبكم بالسياط أنا أدبكم بالعقارب. وقال كلام ناشف خالص، ولم يراعي ان هو لسه ملك شاب صغير ولسه الناس مش حباه، فالناس كلها انفكت عنه وقالت الى خيامك يا اسرائيل، وعشر اسباط اعلنوا انفصالهم عن مملكة اسرائيل. وخدهم واحد اسمه يربعام ابن نباط، وكان انسان شرير، فكر ازاي يخليهم ما يردوش تاني مملكة اسرائيل، فقال اخطر حاجة ان هم هينزلوا هيكل سليمان يحجوا كل شوية، فطول ما هما مرتبطين بربنا هيحنوا ويروحوا لأورشليم ويعيدوا التفكير في حكاية ملك يهوذا وملك داود، وساعتها يرجعوا في كلامهم. فبدأ يربعام ينشر عبادة الأوثان بتركيز شديد، في كل جبل وكل مرتفع يحط تمثال وثن ويشجع الناس، وعمل طقم أنبياء وطقم كهنة أوثان، وغزا كده العشر أسباط بالوثنية، ودخل الفساد والإباحية في ديل الوثنية، وانهارت كده مملكة إسرائيل تماما بعد التقوى والعز والتدين والروحانية وقت داود ووقت صمويل النبي. لقينا بقى كل أنواع الفساد والوثنية دخلت على إسرائيل ويهوذا. مرت الأيام وملك ورا ملك، الحقيقة ملوك إسرائيل كلهم أشرار، إلى أن ظهر إيليا النبي. وهنا هنبدأ شخصية عظيمة جدا في العهد القديم، في الألف الأخيرة قبل المسيح، ما هو بعد سليمان بقينا نقرب على المسيح خلاص، وصلنا حوالي 850 قبل الميلاد، وكل نبي هيقربنا خطوة إلى زمان ولادة ومجيء ربنا يسوع له كل المجد. إيليا النبي ظهر فجأة، يعني لا نعرف شيء عن طفولته وعن حياته الأولى. إصحاح 17 من سفر الملوك الأول يبدأ الكلام، قال إيليا التشبي، مفيش أي حاجة قبل كده عنه، من مستوطني جلعاد لأخاب حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. إيليا النبي كان زي الآباء المتوحدين بتوع الصحراء اللي عايشين في قلاية في مغارة بعيد عن العالم، وحياته كلها صلاة، إنما جات له رسالة من ربنا كلها غضب الله على ملك من أسوأ ملوك إسرائيل اللي هو أخاب.
فطلع إلي النبي يفاجئ أخاب بكلمة قوية، يقول له ربنا بيقول لا يكون طل ولا مطر إلا بكلمة من فم. وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريس الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعول هناك. وده يورينا بقى عظمة إليه النبي من بدايته كده، ربنا بيكلمه كلام سهل وهو بيسمع بسهولة جدا، ولأنه وقع مع أخاب الملك فربنا حب يبعده عنه عشان أخاب ما يجريش وراه ويقول له لازم تفتح السماء وتجيب لنا المطر. فربنا قال له انطلق من هنا واستخبى عند نهر كريت مقابل الأردن، نهر صغير كده في شوية مية عذبة يقدر يشرب منها. طب هياكل ازاي؟ ده مجاعة، ده مفيش زرع خالص. قال له لا، ده أنا أمرت الغربان تعولك، أنتوا عارفين الغراب يسرق الأكل من الناس، فعشان غراب يجيب أكل البني آدم دي حاجة فوق الطبيعة، إنما رجال الله يعيشون في معجزات دائمة. تصوروا الغراب يوميا لمدة سنة مثلا على الأقل بيجيب اللحمة لإيليا النبي يأكل، والغراب نفسه ما يأكلش وبيشرب من نهر كريت. فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن، وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان أشرب من النهر. وكان بعد مدة من الزمن أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. طب يا رب، يعني أنت معيشه في معجزة، ما تخلي المية ما تخلص، يعني ليه النهر ينشف؟ ما هي دي يعني سهل عليك يا رب، اللي بتجيب له لحمة كل يوم على يد غراب يبقى بالأولى النهر ما يفضل في مية. إنما ربنا عاوز يدخله في سلسلة من الاختبارات، يقول له أنا عندي حلول كتير، ويعني المية تنشف نشوف لها حل تاني برضه. وفي نفس الوقت عاوز يدي بركات لناس تاني، فقال له كده الشوط بتاع الغراب والنهر خلص، ندخل على شوط تاني بخبرات جديدة. كان له كلام الرب قائلا: قم اذهب إلى صرف التي لصيدون وأقم هناك، هو ذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرف وجاء إلى باب المدينة، وإذا بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فناداها وقال: هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال: هاتي لي كسرة خبز في يدك. ما تنسوش ان الدنيا مجاعة وما فيش نقطة مية، والمية طبعا بتتباع وغالية جدا في الوقت ده، وبعدين ما فيش اكل خالص، وده راجل طالع من الصحراء كده ولبسه كده طبعا زي يوحنا المعمدان يعني نصه عريان وشكله غريب، وبيقول للست الغريبة دي هاتي لي بقى كوباية مية، وهي داخلة تجيب له ومن سكات كده، مع ان طبعا نقطة المية غالية جدا. لو هاتي في ايدك وانت جاية كمان كسرة خبز، وانت يعني قاعد يا إيليا النبي في مكان مرتاح ولا ايه؟ ده الناس بتموت من الجوع. هي بقى سمعت الكلمة دي فقالت: حي هو الرب إلهك، ليس عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق. قالت له فاضل شوية دقيق قد كده وفي الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وأنا ذا أقش عودين لآتي وأعمله لي والابن لنأكله ثم نموت. يعني على قد المية كنت هجيب لك كوباية مية ولا نقطتين مية، إنما حكاية تاكل دي، ده أنا فاضل لي شوية دقيق ونقطتين زيت كنت هعملهم لقمة كده صغيرة أكل أنا وابني وخلاص كده ونموت بعد كده. مفروض إليه يقول لها: لا ست أميرة، ده لا ربنا معاك أبدا. شوفوا إليه يقول لها إيه. فقال لها إلي: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا. يا سيدي ما فيش صغيرة ولا كبيرة، هما شوية دقيق وقد كده يا زيت. هو مصر، قال لها اعملي لي الأول كعكة ليا. قال دي أنانية من النبي؟ لا، ده امتحان إيمان، ده اختبار إيمان. أنت هتصدقي إنك لو عملتي لي الأول اللي عندك مش هيخلص؟ وده مبدأ روحي جميل قوي، انك لما تبدي الاخرين على نفسك ربنا يعول نفسك ويعول ولادك. لما تفكر في نفسك زيادة تبقى مش قادر تكفي نفسك. طول ما انت مخك وقلبك في الناس تخدمهم وترعاهم تلاقي الخير تحت رجليك. طول ما انت مشغول ومهموم على نفسك تلاقي الحكاية مش مكفية ابدا.
فحب يعلمها المبدأ: انت يا أرملة بيت صرفة صيدا، اعملي لنا الأول وبعدين اعملي لابنك. بالرغم ان ده خلاف المنطق وخلاف الإمكانيات، انما الست الطيبة دي الزهر حست ان ده رجل الله، وغالبا كانوا بيسمعوا عنه وعن موقفه من أخاب، قالت له: خلاص اللي تقوله، اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. هكذا قال الرب إلى إسرائيل: النكوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. قال: أنا بقول لك، ربنا بيقول الدقيق مش هيخلص والزيت مش هينقص لغاية ما تنزل المطر. طيب خلاص، أنت بتقول كده وربنا بيقول كده. ده كان امتحان إيمان للست الطيبة دي، ونجحت فيه بتفوق، لأنها دخلت وعملت الكعكة وجابت له، رجعت تاني لقت الدقيق زاد والزيت زاد والحكاية ما خلصتش أبدا. تفتكروا الزيت يعني بقى مال الحكاية؟ ده يمكن هو فضل على نقطتين بس، النقطتين دول ما بيقلوش، لأن حسب كلام ربنا كوز الزيت ما ينقص، وما قالهاش هيزيد، قالها مش هينقص، يعني تاخد قد ما تاخد ويفضل في زيت، وتاخد من الدقيق ويفضل في دقيق، لكن هو ما شافتش شوال دقيق قصادها ولا حاجة. عشان يفضل الامتحان كل يوم، كل يوم تاخد من الدقيق يخلص قصاد عينيها، تيجي بالليل تلاقيه زي ما هو تاني، او تخلص نقطتين الزيت وبعدين تيجي بعد ساعتين تلاقيهم هم زيهم زي ما هم كده. لانه الايمان مش معناه ان ربنا يحط لنا ضمانات للمستقبل، الايمان معناها ربنا معانا حتى لو الدنيا قليلة هتكفي، يوم بيوم وساعة بساعة. ربنا ما يحبش يأمننا بضمانات مادية للمستقبل، يحب يأمننا بحضوره بكلمته، يقول لنا ده قليل ايوه بس هيكفي، وخليكوا على كده وشوف. وفعلا الست دي عاشت على نقطتين الزيت سنة كاملة، وعلى شوية الدقيق زيادة عن سنة. دي كانت بداية حياة إيليا واختبارات إيليا مع الإيمان، إنما إيليا ده لسه له شوط طويل معانا، لأن إيليا له معركة مع الفساد. إيليا استلم مملكة إسرائيل كلها بتعبد أوثان، يتزعمها في الوقت ده أخاب الملك الوثني اللي المفروض في الأصل ملك يهودي، ومراته إيزابل أبوها كبير كهنة الأوثان. فالحكاية صعبة قوي، يا ترى إيليا هيعمل إيه مع تيار الخطية ده كله؟ ده اللي هنشوفه اللقاءات القادمة مع إيليا النبي في برنامجكم فتشوا الكتب، ونستقبل أسئلتكم على الميل الخاص بالبرنامج. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.